الراجل ده هد مقابر المسلمين على رأي واحد بعيت لي بيقول لي هد مقابر المسلمين ورمى الجثث في الطريق. يعني هد مقابر المسلمين في الفردوس في الحتت دي في مصر هم طلعوا مقابر المماليك اللي يعمل فيها المقابر دي ورمى اصحابها في الشوارع الجثث وفي نفس الوقت عمر مقابر اليهود. لا لا ما تقوليش لا ما تقوليش ما تقوليش لا ابو بكر خلاف انا بشكرك جزيلا استاذ محمد جدا والله بشكرك انا كده دخلت متاخر الله يخليك شكرا جزيلا. على كل حال فكر في كده ببساطه شديده، واحد عمر مقابر اليهود التي لا يزورها احد وهد مقابر المسلمين ورماهم في الشارع، مقابر المماليك مد محور الفردوس وهدم اجزاء من الجبانه الاثريه يثير غضب المصريين في يوليو 20 هدى والنبي مصطفى معلش هات لما رمى مقابر اليهود اللي ما حدش بيروحها يعني اكثر من 190 مليون دفع يعني رمى مقابر يهود ما حدش بيروحها ما حدش، انا ما بقولش يهدها بس راح عمل فيها تعمير وترميم وبتاع ونظفوها ما حدش بيروح اصلا، بينما هد مقابر المسلمين مقابر ومساجد اهو لن تقام فيها الصلاه، السيسي يجدد المعابد اليهوديه بمصر، ده ما حدش بيروح المعابد دي، ده انا كنت ساكن في غامره قسما بربي كنت في ساكن في شارع انطرت الدكه اسمه كده انطرت غامره الشارع ده وانت ماشي في شارع رمسيس كده عارف الكوبري اللي فوق بتاع شارع بورسعيد، خش الشارع ده تحت الكوبري، الشارع ده لو دخلت وصلك على في معبد مسجد الظاهر بيبرس معبد اثنين، انا كانت شقيتي قدام معبدين يعني كانت اوضه وصاله كده كان شارع الجيش ده ولا ما هي تبص على الناحيه الثانيه على شارع الجيش يعني هي تبص الناحيه دي على شارع الجيش، بس انت ماشي في شارع رمسيس كده ورايح انت رمسيس عند الكوبري اللي بيعدي فوق ده اللي بيوديك على احمد شارع احمد سعيد والحاجه دي، خش يمين تحت الكوبري هتلاقي صيدليه كده في الوش اسمها بتاعت صبري، صيدليه صبري تقريبا، كمل بقى يمين كده ده يوصلك لاخر الشارع ده يوصلك على جامع الظاهر وميدان الظاهر في ميدان الظاهر ايوه، انت وانت ماشي في الشارع ده عشان عبال ما توصل لشارع لجامع الظاهر معبدين معبد حنانيه ومعبد حاجه ثانيه قسما بالله ما شفت حد بيخشهم، والبواب اللي هناك على طول نشر غسيل مرات ونصرين الغسيل، فانا كنت اقعد اعدي على المعبدين في معبد عدلي في وسط البلد طبعا ده مشهور شارع عدلي وبرده ده كان مهجور جدا معبد. وكان مهجور ومحدش بيروح بس ده برده جددوه لا بس ده معبد عدلي ده ماشي يقول ده يعني معبد في وسط البلد في وسط البلد لكن معبد حنانيه والمعبد اللي جنبه ده انا ما شفتش حد يخشهم وكان هناك راجل كده ومراته ساكنين واعتقد انهم مش يهود يعني ناشرين على طول الغسيل ومستغلين الجنينه بتاعته، في واحده اسمها ماجده هارون هي اللي كانت رئيسه الجنينه ولا زالت هي ماجده هي ماجده اللي ماسكه، هو السؤال بقى انت بترمم لمين؟ ده ما حدش بيروح ما فيش اصلا يعني هم اصلا موجودين الدبلوماسيين وحراس السفاره لا يتعدوا 50 شخص ف هو بيحاول برضه بقدر الامكان يكسب الود بتاعهم يا جماعه، واحد يرمم معابد يهود يهدم معابد مسلمين يرمم يعني يهدم قصدي مساجد مسلمين يرمم مقابر يهود يهدم مقابر مسلمين ده يبقى ايه؟ ده يبقى ايه؟ ده دين ابوه ايه؟